السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض لكم مجموعة من المقالات التي تتناول قضايا محلية وعالمية هامة. سنبدأ بموضوع الفساد المستشري في العراق، ثم ننتقل إلى الحديث عن الاحتلال الإسرائيلي والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، ونختم بأزمة القوات الأمريكية في العراق. نبدأ بعد الفاصل. البداية من العربي الجديد ومقال بعنوان حكاية نور زهير والأربعين حرامي للكاتب عبد اللطيف السعدون. يتناول عبد اللطيف السعدون في مقاله حكاية نور زهير أعراب ما يعرف بسرقة القرن في العراق. المقال يكشف كيف أصبحت هذه السرقة مثالا للفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة العراقية. يصف السعدون كيف أن زهير الذي اعترف بتورط العديد من السياسيين والإعلاميين يواصل التحدي ويطالب بمحاكمة علنية، في حين تبقى السلطات المعنية متواطئة أو غير مكترثة. السؤال الكبير الذي يطرحه السعدون هو ما إذا كانت محاكمة نور زهير ستفتح الباب لمحاكمة جميع حرامية بغداد، أم أنه سيكون كبش فداء؟ يحتاج المواطن العراقي المغلوب على أمره إلى كبير عناء ليكتشف أن ما قاله أخيرا نور زهير عراب سرقة الأمانات الضريبية التي عرفت باسم سرقة القرن، عينة صغيرة من واقع حال العراق الذي وضعته منظمة الشفافية العالمية في المرتبة 57 بعد 100 وفق مؤشر الدول الأكثر شفافية من بين 180 دولة. وإذا كان زهير قد توعد بكشف أسماء السياسيين المتورطين والإعلاميين معه وهم كثر، فمن غير المتوقع أن تهتم الجهات المعنية بمتابعة الفضيحة والكشف عن تفصيلاتها ومحاكمة من تثبت عليهم جريمة الفساد، لأن تلك الجهات نفسها تبدو مشاركة أو متواطئة، وهي التي قبلت في أغرب عملية تسوية قضائية في تاريخ العراق أن يدفع زهير ما يساوي 5% من مجموع المبالغ المسروقة البالغة أكثر من 2.5 مليار دولار، وأن تطلق سراحه وترفع الحجز عن أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومن ثم تعمل على تسهيل سفره إلى الخارج وكأن لم يكن هناك شيء. وكان مثيرا للسخرية أن يعقد رئيس الحكومة محمد الشياع السوداني في حينه مؤتمرا صحفيا وقد وضع على الطاولة أمامه رزم الدنانير العراقية المعادة، كاشفا أن نصف الأموال المسروقة هربت بغطاء رسمي وبالتواطؤ مع عاملين في الدولة، وواعدا العراقيين بأن بقية الأموال ستستعاد خلال أسبوع أو أسبوعين. في مقاله كل خميس جاسم الحلفي ينتقد ظهور نور زهير الإعلامي الأخير، معتبرا أنه محاولة يائسة لتلميع صورته وتشتيت الأنظار عن الفساد العميق الذي يشوب النظام العراقي. الحلفي يرى أن زهير ليس سوى واجهة لفساد منهجي تحكمه شبكة من العلاقات بين السلطة والمال تحميها من المساءلة القانونية. ظهور زهير على الإعلام لم يكن سوى مرآة عاكسة لحقيقة الفساد الممنهج الذي يسيطر على الدولة العراقية، مما يثير التساؤلات حول مدى تأثير هذا الفساد على مستقبل العراق. إن محاولات نور زهير لإبعاد التهم عنه وتصوير نفسه كجزء من دائرة أكبر لا يتحكم في قراراتها هي دليل واضح على تواطؤ أطراف عدة نافذة في السلطة. هؤلاء الفاسدون الذين استأثروا بالمال العام لسنوات عملوا على بناء شبكات متينة من العلاقات تحميهم من المساءلة القانونية وتمنحهم غطاء قانونيا وإعلاميا، بل وتسمح لهم بإعادة تدوير الفساد في أشكال جديدة. في النهاية يعيد هذا الظهور إلى الواجهة السؤال الأهم: إلى متى سيبقى الفساد سيد الموقف في العراق؟ إذا كان نور زهير قد حاول أن يقدم نفسه كمحدث باسم المظلومين،
فإن الحقيقة تقول إنه جزء لا يتجزأ من طغمة فاسدة اختطفت البلاد ووضعت مستقبل الشعب رهينة لرغباتها وأطماعها. ربما يكون هذا الظهور محاولة لتبييض صفحته، لكنه في الواقع كشف المستور وأكد من جديد أن الفساد في العراق ليس حالة فردية، بل هو نظام متكامل يسير وفق منهجية محكمة تجعل من أمثال زهير مجرد أدوات في لعبة أكبر. عن تأجيل انسحاب القوات الأمريكية من العراق، كتب شيروان الشيمراني مقالا يتناول قضية تأجيل انسحاب القوات الأمريكية من العراق. يشير الشيمراني إلى أن هذه القضية ليست سوى جزء من استراتيجية أمريكية أوسع للحفاظ على مصالحها في المنطقة من خلال وجود عسكري دائم، بينما يطالب بعض القوى السياسية العراقية بانسحاب القوات الأمريكية. يرى الشيمراني أن هذه المطالب لم تتبع بإجراءات جدية من قبل الحكومة. المقال يوضح كيف أن وجود القواعد الأمريكية في العراق ليس مجرد قضية أمنية، بل له أبعاد سياسية واقتصادية. عادا الضغط الأمريكي على العراق أنه يتجاوز بكثير مجرد الوجود العسكري. هذا التوضيح يقول لنا إن الأمريكيين ليسوا بوارد الانسحاب من العراق، كل ما يجري هو صياغة تسويغ البقاء وتقنينه، ليس أكثر من هذا. لكن ما هي أداة الضغط الأمريكية للبقاء؟ بلا شك أن القواعد العسكرية ليست ذات طابع عسكري أمني فحسب، وإنما البعد السياسي والاستخباري هو الأكثر حضوراً، ويكون عادة في إطار اتفاق سياسي. والسياسة تسحب الاقتصاد معها من الشركات والاستثمار وغيرها، لكن في حالة العراق إن الأمر أوسع، فقيمة العملة العراقية واقعة كحال غيرها من العملات في العالم تحت رحمة الدولار، ومن ثم وزارة الخزانة الأمريكية. وفي الفترات السابقة كان مسؤولو وزارة الخزانة يترددون على بغداد، والفيدرالي الأمريكي يطلب إجراءات معينة من البنك المركزي العراقي، بمعنى أن انهيار الدينار العراقي يكون أحد التبعات أو الأسلحة بيد الأمريكيين. أما عراقياً فما من جدية كاملة في هذا الملف، لأن الإطار التنسيقي الشيعي الحاكم لم يضغط بما يكفي، وإلا كان ذلك ممكناً خلال السنوات الأربع الماضية، فترة كافية وزيادة، لكن مع وجود الدافع والمبرر واجتماعات دورية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، مضت 4 سنوات و4 أشهر، ويأتون بعد هذه الفترة الطويلة يعلنون بوقف انسحاب القوات الأمريكية والدولية من العراق. مقال رأي القدس يناقش المفارقة الكبرى في موقف الأنظمة العربية تجاه الحرب على غزة، بينما تتضامن شعوب العالم مع الفلسطينيين تتواصل بعض الدول العربية مع إسرائيل بشكل علني أو خفي، مما يساعد في تعميق معاناة الفلسطينيين. المقال يشير إلى كيف أن الدعم الغربي الكبير لإسرائيل قابله احتجاج شعبي واسع في العالم، بينما كان التضامن العربي الرسمي ضعيفا وخجولا. يتساءل المقال عن الدور الذي كان من الممكن أن تلعبه الدول العربية في تغيير معادلة الصراع إذا كانت قد وقفت بقوة ضد هذا العدوان الإسرائيلي. مفارقة كبرى لم يسبق لها مثيل، حيث تتضامن شعوب الأرض كلها مع الفلسطينيين، فيما تتواصل بعض الدول العربية مع جلاديهم وقتلتهم ومعذبيهم، وتتواطأ عمليا مع أشكال الإبادة والتطهير العرقي والإجرام الإرهابي المعمم والمنظم. لقد قُبل الدعم الرسمي الغربي الكبير لإسرائيل بأشكال من الاحتجاجات المذهلة في استقالات مسؤولين غربيين عديدين، وفي أشكال الاحتجاج في الوزارات وخارج البرلمانات وداخلها وفي الشوارع ووسائل التواصل الاجتماعي.
أما على المقلب العربي فكانت رسائل القمع الواضحة التي تلقاها أي شكل من أشكال التضامن العربي مع فلسطين، حتى في بلدان تعلن دعم الفلسطينيين علناً كما هو حال الجزائر في إخراس المواطنين العرب، فيما تستمر المذبحة الجماعية للفلسطينيين. ما حصل باختصار أن الظهير العربي الذي كان يمكن أن يغير معادلة الإبادة ويجبر إسرائيل على إنهاء الحرب انشغل في إرهاب مواطنيه، فساعد إسرائيل في كسر ظهر الفلسطينيين. وإلى موقع عربي 21 ومقال بعنوان النووي الأمريكي من غزة وحتى هيروشيما للكاتب فايز أبو شمالة. فايز أبو شمالة يقدم مقارنة مثيرة بين القنابل النووية التي ألقتها الولايات المتحدة على اليابان وما تعيشه غزة اليوم تحت القصف الإسرائيلي المدعوم أمريكيا. أبو شمالة يشير إلى أن أمريكا رغم قصفها لليابان فإنها لم تحتل أرضها أو تشرد شعبها، على عكس ما يحدث للفلسطينيين منذ عقود. والمقال يبرز كيف أن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل يستمر في ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين، مستخدمين أحدث الأسلحة وأكثرها تدميراً، ومما يجعل معاناة الفلسطينيين أكثر وحشية من أي قنبلة نووية. ما يتساقط على رأس الفلسطينيين من قنابل إسرائيلية وصواريخ هي أكثر وحشية وإرهاباً من القنابل النووية الأمريكية التي ألقيت على هيروشيما. وهذه السكين الإسرائيلية تواصل الحز على العنق الفلسطيني دون انقطاع ودون توقف ودون رحمة منذ وطأت أول قدم صهيونية لأرض فلسطين واشتبكت مع الفلاحين الفلسطينيين الذين رفضوا ترك أراضيهم للعصابات اليهودية سنة 1908 لتتواصل المجازر بحق الشعب الفلسطيني. من المفارقات المقززة في هذه المقارنة أن القنابل النووية الأمريكية التي ألقيت على اليابان كانت من إبداع الصناعات الإرهابية الأمريكية، وقد يكون بعض يهود أمريكا جزءاً من صناعة القنبلة النووية الأمريكية ليتلقى الشعب الفلسطيني في القرن 21 قنابل أمريكية الصنع شارك في تطويرها وتهويل تفجيراتها صهاينة يحملون الجنسية الأمريكية ولكن ولاءهم وانتماءهم لإسرائيل. يحكى أن السفير الأمريكي وعدداً من سفراء أوروبا رفضوا مشاركة اليابانيين ذكرى إحياء مذبحة هيروشيما وناكازاكي، والسبب يرجع لعدم دعوة اليابان سفير إسرائيل لحضور المناسبة، وهذا يؤكد على عمق تحالف الإرهابيين وحقدهم على البشرية. والآن مشاهدينا ننتقل إلى الرسوم الكاريكاتيرية. تدخلت قوات الشرطة الأمريكية بقسوة لفض تظاهرة داعمة لقطاع غزة استمرت يومين أمام القنصلية الإسرائيلية في مدينة شيكاغو في الولايات المتحدة. وطالبت التظاهرة الولايات المتحدة بوقف دعمها لإسرائيل وبوقف فوري لإطلاق النار في غزة. تدخلت الشرطة بقسوة ضد المحتجين وحصلت اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة التي استخدمت الضرب والسحل واعتقلت بعض المتظاهرين وثلاثة صحفيين. ألاقت مشاهد عنف الشرطة ضد المتظاهرين ردود أفعال مستاءة على وسائل التواصل الاجتماعي،
وتتزامن هذه التظاهرات مع انطلاق المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو شمال شرق الولايات المتحدة، حيث يسلط برنامج المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 2024 يسلط الضوء على الدور المركزي لإسرائيل في السياسة الخارجية الأمريكية في ظل إدارة الرئيس جو بايدن. والآن مشاهدينا ننتقل معكم لمشاهدة هذا التقرير الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. توغل أوكراني في منطقة كورسك الروسية خلط أوراق روسيا عسكرياً بعدما كانت تعدها منطقة منخفضة المخاطر. هجوم استعادت به كييف زمام المبادرة في المناورة العسكرية عكس الاعتقاد الروسي بعدم قدرتها على ذلك، وكشفت به عن نقاط ضعف الجيش الروسي وإخفاقات القيادة العسكرية العليا في موسكو. فما الذي سهل مهمة أوكرانيا في التوغل في الأراضي الروسية ومباغتة موسكو؟ كورسك هي منطقة روسية حدودية مع أوكرانيا، غير محمية سوى بخطين فقط من الخنادق البسيطة وعدد قليل من حقول الألغام والجنود. ورغم أن حدودها مع أوكرانيا طولها 245 كيلومتراً، يديرها بشكل رئيسي المجندون الروس والوحدات الروسية المجهزة بشكل خفيف، مع تمركز غالبية القوات في دونباس في شرق أوكرانيا في ظل اعتقاد الروس بأن الأوكرانيين يركزون عليها إلى جانب شبه جزيرة القرم، وبالتالي فالهجوم على كورسك هو أمر غير مرجح. أوكرانيا استغلت الاعتقاد الروسي بضعف احتمالية الهجوم على المنطقة، كما استفادت من بدء الروس في إزالة الألغام في المنطقة استعداداً للهجوم دون حشد لقواتها، لتقوم كييف بتجميع الآلاف من قواتها بهدوء في منطقة سومي، في خطوة قال البعض إنها كان ينبغي أن تلقى انتباه المخابرات الروسية. ونشروا الآلاف من القوات المتمرسة في القتال، ثم استخدموا طائرات من دون طيار لاختراق الدفاعات الروسية بدقة فائقة. وعلى عكس التوغلات السابقة، أنشأوا مجموعات متنقلة، وسرعان ما ركزوا قواتهم بعد التسلل إلى المنطقة بشكل سري وسيطروا على مواقع عدة تراوح عددها بين 28 و74 بحسب مصادر أوكرانية وروسية. في مقابل هذا التقدم، اتسم الرد الروسي بالبطء وسوء التنسيق في ظل افتقاره للرجال والمعدات مع تركز أغلبية الموارد على جبهة دونباس. وبينما لا تزال موسكو تقوم بحشد التعزيزات، تظل فعالية هذا الهجوم المضاد غير مؤكدة حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، والذي سيعتمد بشكل كبير على قرار الأوكرانيين ما إذا كانوا سينسحبون أم يستأنفون الهجمات أم يحافظون على مواقعهم. وهذا الخيار الأخير قد يعرضهم لحرب استنزاف لصالح روسيا. وبهذا الفيديو نصل إلى ختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.